كان الأمر ضحكاً وهزواً بين عامة الناس حتى بعد الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بكوفيد-19 للرعي الإيطالي شهر فبراير المنقضي. مؤكدة وتتعلق هذه الحالة يتعلق الأمر بمواطن إيطالي هما كانوا اثنين. فسرعان ما تم احتواء الوضع والتحكم فيه. هذا الهدوء لم يدم طويلاً، ففي 2 مارس المنصرم أعلن عن إصابتين مؤكدتين لامرأة خمسينية وابنتها بالبليدة لتصبح الولاية أول بؤرة للفيروس. بين مصدق متخوف ومكذب مستهزئ، سارعت كورونا بعد تسللها إلى البلاد بسط سيطرتها وإقامة قوانينها، ما دفع بالسلطات العليا إلى تقديم العطلة الربيعية لكل الأطوار وإغلاق المدارس والجامعات. تلاها القرار الذي صعب على الشعب الجزائري، فمن حي على الفلاح إلى صلوا في بيوتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرابع والعشرون مارس الماضي أغلقت حدود البليدة كلياً بعد أن عرفت تزايداً في عدد الإصابات والوفيات بشكل متسارع، ليوسع الحجر المنزلي الجزئي بولايات أخرى، إضافة إلى تعليق حركة النقل الجوي والبري، حيث ألغيت رحلات الحج والعمرة وأجلت كذلك الامتحانات الرسمية. أما عن تشديد وتخفيف إجراءات الحجر المنزلي، فكيف حسب الوضع الصحي ودرجة التزام المواطنين لتعود الحياة تدريجياً عند الدخول الاجتماعي الاستثنائي شهر سبتمبر الفارط. وربما الاعتياد والتراخي على الوضع انعكس سلباً شهر أكتوبر ونوفمبر بعد تجاوز الإصابات عتبة 1000 لتتراجع بعدها تدريجياً. ذلك أن رئيس الجمهورية لم يسلم هو الآخر من فتك الفيروس، ليطل علينا أثناء فترة علاجه من ألمانيا عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلناً عن اختيار اللقاح المناسب وبداية التطعيم شهر جانفي، وذلك قبل عودته مساء الثلاثاء لأرض الوطن فور تعافيه مواصلاً ما بدأه. هي إذن أبرز محطات سنة كورونا، فهل تكون لاحقتها بداية للفرج؟